السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الصناعي الفني قسم التركيبات والمعدات الكهربية. مرحبا بكم في إحدى الحلقات الإسرائيلية من قناة التعليم الفني في بيتنا مدرسة من التلفزيون المصري. أبنائنا وبناتنا قسم التركيبات والمعدات الكهربية طلبة الدبلوم، الحلقات الإسرائيلية في الحلقات السابقة شرحنا أو ادينا فكرة عامة عن منهج مادة الآلات وقلنا المولدات بالتفصيل. بعديها في الحلقة اللي بعديها دخلنا أو شرحنا فكرة عامة عن المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه وقلنا أهمية استخدامها في الحياة العملية وكثرة استخدامها. خدنا فيها التركيب ونظرية العمل وطرق بدء الحركة وكيفية عكس حركتها والحمايات. في الحلقة السابقة كمان كنا شرحنا بداية المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد وقلنا تركيبه، شفنا رسوماته على الشاشة معانا. كنا ختمنا الحلقة قبل ما نبدأ نقول أنواع المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد. نذكر أبنائنا وبناتنا بالمحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد، قلنا عبارة عن عضو ثابت وعضو داير ومفتاح طرد مركزي، وقلنا وظيفة مفتاح الطرد المركزي لو بيفصل ملفات التوين بعد 75% من سرعة المحرك المقننة. وقفنا في الحلقة السابقة على أنواع المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد. أبنائنا وبناتنا من المحركات المستخدمة في الحياة العملية بكثرة جدا 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 وحضراتكم لمسنا في البيوت، وإن شاء الله بالتوفيق في الدراسة تكون عندنا فكرة عامة عن المادة. وبإذن الله نحاول النهاردة كمان نشرح بعض الحاجات في معمل اللابتوب، معمل مادة الآلات الكهربية والوقاية. أبنائنا وبناتنا قلنا المحركات الاستنتاجية في أنواع منها كتير، مقرر علينا حوالي 4 أو 5 أنواع. المعرفة على قدر الحاجة، يعني على قد المنهج بتاعنا، لكن إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا لما تطلع في المعاهد والكليات هتدرس بالتفصيل وهتبقى الأفق واسع والمجال أوسع وأكتر. نذكركم ان دايما ان المناهج مرتبطه ببعض، واحنا شفنا في الحلقتين السابقتين ان احنا ربطنا المولدات، خدنا جزء من المولدات اشتغلنا بيه في المحركات، خدنا من المحرك التوافقي زيه زي المولدات، عملنا مقارنه بسيطه وقلنا الفرق ما بين المحرك التوافقي والمحرك الاستنتاجي اللي هو طبعا الانزلاق، وقلنا المحرك التوافقي لا يبدا الحركه من تلقاء نفسه، محتاج لآله مديره. المحرك الاستنتاجي لا يحتاج لآله مديره ولكن يحتاج لطرق بدء الحركه. في نهاية الحلقة السابقة كنا وقفنا عند أنواع المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد. بدل ما نقعد نشرح مع بعض عايزين نشوف الشكل بتاع الرسمة والتركيب، وده بيتميز عن إيه وده بيتميز عن إيه. فكرة عامة وإحنا قلناها في الحلقات السابقة، عايزينك تخش إن شاء الله أو تدخل المدرسة وإنت عندك فكرة عامة عن المنهج. إحنا خدنا شفنا دي، دي بتقول لي كذا، هنبتدي المدرس زملائنا الأفاضل يشرحوا لك بالتفصيل ويبتدوا يدققوا معاك على بعض الحاجات، ودي ان شاء الله لانتاج حضرتك اغلى انتاج في العالم، القوة البشرية ابننا وبناتنا. تعال نشوف شاشتنا الجميلة النهاردة. بدألنا في بداية الحلقة انواع المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد. من انواعها ايه؟ أول محرك اللي هو محرك الاستنتاجي ذو الوجه المشطور. الوجه المشطور، كلمة مشطور تعني المقسوم. تمام؟ أهو صاحيين مع بعض أهو، تمام؟ يعني من الحلقة اللي فاتت هما صحيوا شوية، بناتنا وأبنائنا. المشطور تعني المقسوم، إن هو قسم الملف الواحد إلى، برافو عليك، تلت وتلتين. ملفات التقويم اللي هي ملفات البدء وملفات التشغيل. صح. يبقى هنا معنى ذلك كلمة المشطور تعني المقسوم، بس مش المقسوم لنصين، لا، مقسوم لنوعين. ايه هما النوعين؟ تلت الملفات تقويم وتلتين تشغيل. الرسمة على شاشتنا، شاشة قناة التعليم الفني، موضح هذا الكلام. تعالوا نشوفها مع بعض كده. هنا بالنسبة لي ادي ملفات التشغيل، وهنا ملفات التقويم بالتوالي مع مفتاح الطرد المركزي. لو بصينا على الرسمه قدام مننا احنا بس بناخد الشكل بتاعنا، ادي ملفات التقويم
اللي هي ستارتنج بالنسبه لي، ستارتنج ويندنج بالنسبه لي هنا مفتاح الطرد المركزي بالتوالي مع ملف التقويم، وادي ملفات التشغيل، وكلمه تشغيل لا بتظل في الدايره طول ما المحرك شغال سواء بدء او تشغيل. دي الشكل العام لمحرك استنتاج الزجاج المشطور. ده اول محرك عملوه، وده بيبقى عزم البدء بتاعه ضعيف شويه، تيار البدء عالي وقدراته بتبقى صغيره والمفاقيد بتاعته بتبقى كتير. شوف احنا قلنا عيوبه على طول بسرعه ازاي، تيار البدء عالي، عزم البدء بتاعه ضعيف، تشغيله في القدرات الى حد ما مفاقيده بتبقى كتير. حسنه على طول ابننا قال اه مكثفات يا سيدي، حاضر حاضر. حسنه كاداء، واحنا قلنا تعريف هذا الكلام في الحلقة السابقة ان انا بزود مكثفات، بس عملوا بقى تصنيفة كويسة جدا اللي هي مكثف البدء ثم مكثف التشغيل. يبقى مكثف البدء، طب ما تيجي نشوفها كده معانا. الوجه التاني او النوع التاني، ادي برضو نفس الطريقة اللي هو زروجه المشهور، هنا مفيش مكثفات، ادي ملفات التقويم بالتوالي، وادي ملفات التشغيل باللون الاحمر بالتوازي، ومفتاح الطرد المركزي بالتوالي مع مين؟ مع ملفات التقويم. ده الشكل زي المحرك اللي فات اللي هو ذو الوجه المشطور. النوع الثاني بقى اللي هو قالوا عليه ان احنا هنبتدي نزود مكثف البدء، كاباستر البدء، خدنا بالنا بقى هنا، وصل المكثف بالتوالي مع مفتاح الطرد المركزي وايضا بالتوالي مع ملفات البدء. يبقى انا عندي مفتاح الطرد المركزي وملفات التقويم ومكثف البدء، الثلاثه توالي. ليه؟ حضراتكم بقى يعني بروفيشنال دلوقتي يعني عارفين يعني ايه توالي وتوازي. قال لي اه، لان مفتاح الطرد المركزي لما يفصل ملفات التقويم يفصل معاه مفتاح الطرد المركزي ويفصل معاه المكثف، صح. ولذلك المكثف يعمل على تحسين معامل قدره لحظه البدء، وبعد كده يفصل مع ملفات التقويم وتظل ملفات التشغيل في الدايره، ولذلك سمي كباستور البدء، مكثف البدء. يعمل على تحسين معامل القدره وعزم البدء لحظه البدء، وبعد كده يشتغل. قال طب بعد فتره الاحمال اتغيرت، زادت او قلت، انا عايز احافظ على معامل القدره وتقدمه. قال يبقى هتزود مكثف. مكثف، يبقى احنا كده خدنا محرك ذو الوجه المشطور، محرك ذو مكثف البدء. طب ما تيجي تشوف محرك ذو مكثف التشغيل. محرك ذو مكثف التشغيل ايه رايكم بقى كده؟ في اتنين مكثف، مكثف بدء ومكثف تشغيل. لو لاحظت في الارقام، ادي ملف التشغيل رقم واحد اهو، وملف التقويم رقم اتنين، مفتاح طرد مركزي رقم ثلاثة، مكثف بدء، وهنا عضو الدائره اربعه، مكثف البدء خمسه، مكثف التشغيل فين؟ فين مكثف التشغيل؟ بالتوازي، برافو عليك. مكثف التشغيل هيفضل في الدايره، هيحافظ على تقدم معامل القدره، وبالتالي عزم البدء بتاع المحرك هيفضل شغال. خدنا بالنا؟ يبقى مكثف البدء متوصل بالتوالي مع مفتاح الطرد المركزي، هيفصل بعد ايه؟ برافو عليك، بعد 75% من سرعه المحرك المقننه، ويفضل مكثف التشغيل شغال في الدايره مش هيفصل. يبقى بيحافظ لك على تقدم معامل القدره وعزم البدء للمحرك. ذو الوجه المشطور، ذو مكثف البدء، ذو مكثف التشغيل. ادي ثلاث انواع. تعالوا نشوف بص معايا كده الرسمه بتاعتهم كمان جايه جميله جدا بالالوان اهي، وشفناها. ده اللي احنا قلناه بتاع الرسمة اللي فاتت. ايه اللي بعد كده؟ مكثف فيديو ومكثف تشغيل، هجيب لك الشكل كمان، يعني قناتنا كمان جايبها لك بالالوان ومبينة لك كل مكان لوضع مكثف. مكثف البدء فين؟ بالتوالي مع مفتاح الطرد المركزي، مكثف التشغيل بالتوازي مع ملفات التشغيل. ناخد بالنا بعد كده بقى ده النوع الثالث بتاعنا. نوع اخر من المحركات، المحرك ذو القطب المظلل. باين من اسمه اه ده نوع من احد المحركات الاستنتاجية احادية الوجه. ايه عبارة؟ العبارة هنا ان مفيش ملفات تقويم،
المحرك هيشتغل ازاي؟ قال لك حاضر. هيجي يعمل ايه بقى؟ التركيب بتاع العضو الثابت هو هو. عضو ثابت يشتمل على ها برافو هيكل رقائق العضو ملفات العضو. بس ملفات العضو الثابت كلها تشغيل. هيجي في حذاء القطب تلت حذاء القطب ويحط قطعة نحاس اسمها قطب مظلل، قطعة نحاس تعتبر كأنها ملف في تقويم مقصور على نفسه وليس له أطراف. مش فاهم يا مستر. المحركات اللي فاتت ذو مكثف التشغيل ومكثف البيت أو ذو الوجه المشطور ملفات التقويم ليها أطراف تتوصل مع مفتاح الطرد المركزي. طب وهنا؟ قال لك قطعة النحاس ملهاش أطراف. بص البنات جميلة قوي. قال لك طب ما مفتاح طرد هي ما فيش مفتاح طرد مركزي فعلا برافو عليك. دي ملهاش أطراف يبقى مش هتطلع من الدائرة. ده وفرت كمان في السلك ووفرت مفتاح الطرد المركزي. ده الموتور ده يبقى أرخص. برافو برافو برافو. طب ما تيجي نشوف الكلام ده على الرسمة عشان ما نتوهش من بعض. عمل ايه هنا بقى؟ محرك ذو قطب مظلل اتنين قطب. بص هنا كده ايه؟ هنا ملفات التشغيل لكن هنا ايه؟ قطب مظلل. لو عملناه هنا بالمحرك شامل ادي العضو الثابت اهو كله وادي محور عمود الدوران وادي العضو المتحرك اللي احنا قلنا قاف السنجاب عضو الدوران الملفوف. بص حلقات النحاس فين؟ قطب مظلل. طب اوضح ادي العضو الثابت وادي العضو الداير تمام وادي ملفات العضو الثابت وهنا ملفات التقويم فين اللي هي القطب المظلل واحد اتنين تلاتة اربعة. تلاحظ حاجة هنا ان القطبين النحاسيين لازم يكونوا على زاوية 180 درجة. زاوية كم؟ 180 درجة اللي هي مصر. اقول لحضرتك لان المحرك ده فيه مشكلة كبيرة قوي. المحركات اللي فاتت اللي هي ذو الوجه المشطور او ملف ذو مكثف البيض او مكثف التشغيل لما باجي اعكس الحركة عايز يدور يمين اخليه يدور شمال. قال لي بتعكس اطراف ملفات التقويم وتثبت التشغيل يا اما تعكس التشغيل وتثبت اطراف ملفات التقويم. حطيت المحرك عايز يدور اليمين وانا عكست الحيطه بقى عكست المحرك الناحيه الثانيه فبعكس الطرفين بتوع التشغيل وثبت التقويم. ما تفك المحرك الروزيتا وتعكس التقويم. المهم ما تعكسش ملفات التقويم والتشغيل. تعكس التشغيل وتثبت التقويم العكس. طب تيجي هنا في القطب المظلل عكس اطراف ايه؟ قال لي لا دي مشكلته الوحيده بقى. هي المشكله؟ قال لي عشان تعكس حركه المحرك ذو القطب المظلل لازم تفك المحرك من جوه وتبدل وزي ما هنشوف على الرسم كده هوريها لك على الماوس تبدل مكان الحلقه النحاسيه اللي فوق تجيبها تحت واللي تحت تجيبها فين؟ فوق. طب نشوفها كده على الرسم كده معانا اهي. شايف هنا كده بالنسبه لي دول قطبين لازم تبدل الاقطاب النحاسيه دي. تبدل الاقطاب النحاسيه كده اكنك عكست اطراف ملفات التقويم. بس هي مش ملفات. اقول لك ما هو ملف مقصور على نفسه قطعه من النحاس. الملفات عباره عن ايه؟ اسلاك من النحاس وليها اطراف. هنا مفيش اطراف فانت بتبدل الملف بالكامل. دي احد مشكلات اللي هي المحرك ذو القطب المظلل. ان مفيش ملفات تقويم ولكن قطعه النحاس تقوم بعمل ملفات تقويم. يعني بتعمل زاويه وجه صح بس ما بتقللش تيار بيد الحركه يا مستر. هي بتعمل بيد الحركه بتعمل عزم الدوران. اقول لك عشان كده تستخدمها في القدرات الايه الصغيره لانك مش هتكلفك ملفات تقويم فقدراتها بتبقى صغيره. ودي بتستخدم كتير جدا في الحاله العمليه في القدرات الصغيره زي ممكن استشوار شعر ممكن لعب اطفال ان مش مكلفه وبعدين مش هيبدلوا الحركه او يعكسوا الحركه في حاجات زي دي. ده المحرك ذو القطب الايه المظلل. تعال نشوف حاجه تانية بالنسبه لي بقى او نوع جديد وده حضراتكم يعني من الحاجات المهمه جدا المحركات الاستنتاجيه ذات عضو التوحيد. احنا خدنا الكلام ده في سنه تانية
المحركات الاستنتاجية ذات عضو التوحيد اللي تشتمل على الكوميتيتور أو الكولكتور أو عضو التوزيع أو عضو التوحيد. منها أنواع كتيرة جدا. هو محرك استنتاجي ولكن بيزود عليه عضو التوحيد أو عضو التوزيع أو المجمع أو الكولكتور أو الكولكتور أو الكوميتيتور زي ما بيقولوها. فبيه ليه كذا مسمى، الوظيفة بتاعته هنشوفها بعدين. احنا بندي فكرة عامة إسرائية انك تفتح دماغك للمنهج اللي جاي عليك. محركات ذات عضو التوحيد، تعالوا نشوف مع بعض بتقول ايه مع شاشتنا هنا. اول محرك اللي هو المحرك العام، محرك تيار مستمر التوالي، يمكن تشغيله بالتيار المستمر او التيار المتغير زي الواجل واحد بنفس السرعة تقريبا. ايه ده بقى؟ يعني المحرك اشتغل على التيار المتردد والتيار المستمر. اولا عضو التوحيد، واحنا عارفين ان هو قطع من النحاس ملامس ليه عن طريق الفرش الكربونيه. لو شغلته على تيار متردد بيمر التيار على الفرش الكربونيه ثم عضو التوحيد يتحول الى تيار مستمر ثم الى ملفات العضو الدوار بتاعي ويبتدي يشتغل. طب ايهما يفضل يا مستر، يشتغل على التيار المستمر ولا يشتغل على التيار المتردد؟ هو يفضل على التيار المستمر. يفضل على التيار المستمر. ليه؟ ودي من المشاكل اللي بتقابل لما يكون محرك توالي عام وتشغل على التيار المتردد. التيار المتردد في موجة جايبية. صح؟ وفي كمان مفاقيد. صح؟ وفي تيار بيد. في اربع حاجات بتبقى مشاكل من التيار المتردد. وفي لما بتحول التيار المتردد التيار المستمر ما بيطلعش منعم بالطريقه المظبوطه بتاعك. وفي شراره على الفرش الكربونيه اللي في تيار متردد ودخل على تيار مستمر هيتوحد. فالافضل الافضل، ولكن في بعض الاماكن بيشتغل على الاثنين. بقول الافضل للجوده العاليه ان يشتغل على التيار المستمر. لكن هو اسمه محرك توالي عام. يونيفرسال موتور، يونيفرسال سيريوس موتور، توالي عام، محرك توالي يشتغل على التيار المتردد وعلى التيار المستمر. لكن بقول الجوده العاليه يشتغل على التيار المستمر. ده المحرك التوالي العام. سمي توالي ليه؟ حضراتكم واخدينه في سنه ثانيه، لان ملفات التوالي ملفات الاقطاب بتوصل بالتوالي مع المنتج ومع المنبع. ملفات الاقطاب توصل بالتوالي مع المنتج ومع المنبع. تعالوا نشوف مع بعض كده. في بعد كده المحركات التنافريه. المحركات التنافريه ابنائنا وبنات ثلاث انواع. محرك تنافري، محرك تنافري البدء استنتاج الحركه، ومحرك تنافري استنتاجي. طب ده يفرق حاجه عن المحرك العام؟ يفرق كتير قوي. المحرك العام وده انتوا بتشوفوه في موتور الخلاط. ابسط مثال لموتور الخلاط في كوميتيتور او النحاس ولازم يتنظف، وده انتوا اكيد عندكم في خلاطات بايظه ممكن تشوفوها او تالفه يعني. في المحرك التوالي العام بيستخدم في حاجات كتير جدا ومنها الاسانسير اللي انعزم البدء بتاعه شديد. المحركات التنافريه سميت تنافريه ليه؟ سميت تنافريه ليه؟ لما بغذي ملفات المحرك التنافري بتيار متردد بينشا مجال مغناطيسي ذو قطبيه واحده في الملفات العضوي الثابت. بتروح لملفات العضو الداير تديني نفس القطبيه. يعني ملفات العضو الثابت خدت شمالي، ملفات العضو الداير تاخد شمالي. الاثنين شمالي نتيجه تنافر المجالين بينشا عزم الدوران. كويس كده؟ في مشكلة صغيرة في المحرك التنافري وده اللي بيميزه عن جميع المحركات. الفرش الكربونية. الفرش الكربونية لو مش بقولها بقى، إذا توازت الفرش الكربونية مع خطوط المجال الكهربي لقطاعات عضو التوحيد المحرك سرعته صفر، مش هيشتغل. حركت الفرش الكربونية، إيه ده، هي الفرش الكربونية ممكن تتحرك؟ ما أنا قلت ده اللي هيميزه عن محرك التوالي العام. محرك التوالي العام بتبقى بيت الفرش وثابته.
توصل الكهرباء يشتغل، تتحكم في سرعته دي حاجة تانية عن طريق مفتاح السرعات وتغيير عدد الأقطاب. لكن التنافري حامل الفرش متحرك، حامل الفرش متحرك، يبتدي يتحرك يزود السرعة أو يقللها. لو الفرش موازية لخطوط الفيض المغناطيسي وعلى قطاعات عود التوحيد السرعة صفر، أقصى سرعة. برافو عليكم البنات والصبيان مع بعض أهو. أما تكون الفرش متعامدة على قطاعات عود التوحيد والمجال المغناطيسي زاوية 90 درجة تدي لك سرعة أقصى سرعة للمحرك. معنى ذلك أن الفرش الكربونية تتحكم في سرعة المحرك التنافري. بالنسبة لي حد ذكي يقول لي كمان بتعمل إيه؟ دي ممكن تعكس الحركة يا مستر. برافو عليك. إنك توقف المحرك وتبدل مكان الفرش الكربونية عن طريق الحامل زاوية 180 درجة. طب المحرك التنافري عشان كل دوت استخداماته، قال له عزم البدء بتاعه شديد جدا، فبيستخدموه في الاوناش، عزم البدء شديد، المصاعد اللي هي الاسانسير، تلاقي الاسانسير وهو طالع له رنك او له شده، هي دي عزم البدء بتاعه. تيار البدء بتاعه منخفض، ده ممكن يعدلوا عليه تاني. عدلوا عليه المحرك التاني اللي هو المحرك تنافري البدء استنتاج الحركه. استفادوا من الخاصيتين ايه هما بقى؟ ان المحرك التنافري عزم البدء ايه؟ شديد. وبعد 75% من السرعة بدخل حلقتين من القصر على قطاعات عضو التوحيد من الناحيتين، حلقتين من النحاس يقفلوا عضو التوحيد، تحول الى استنتاجي، تحول الى استنتاجي، اصبح هو تنافري البدء. وبعدين دخلت بعد 75% عن طريق قوة الطرد المركزي حلقتين من القصة، قفلوا العضو الداير، بقى هنا قفص سنجاب. طب كده استفدت ايه يا مستر؟ قال لي استفدت ان هو هنا عزم بدء جديد وسرعة ثابتة من المحرك الاستنتاجي قفص سنجاب. طب دي كويسة بس محتاجة آلية طرد مركزي، صح؟ طب لو في محرك يكون أفضل من كده؟ قال لي تمام، محرك تنافري استنتاجي النوع الثالث بقى. التنافري الاستنتاجي يتحول من تلقاء نفسه، مش محتاج آلية أدخلها في المحرك عشان تقفل العضو الدوار، بوصل الكهرباء يشتغل كأنه تنافري، أكون حاطط من جوه أسياخ الإخماد أسفل ملفات العضو الثابت أو ملفات أو حذاء القطب، أسياخ الإخماد اللي هي ملفات مقصورة على نفسها، هو بيشتغل تنافري، بياخد المجال دورته من تلقاء نفسه بيتحول إلى استنتاجي، دي أسياخ الإخماد موجودة أسفل ملفات الأقطاب. تمام. الأفضل طبعا التالت، مش محتاج آليات طرد مركزي وحلقتين قصر ولا رخيص الثمن، عزم البدء جديد سرعة ثابتة. في سؤال هطرحه دلوقتي على حضراتكم يعني تذكرة وتنشيط، كيف تميز؟ السؤال ده على فكرة من أسئلة الامتحانات اللي تملي تيجي لاستشعار الذكاء في أبنائنا وبناتنا. كيف تميز بين محرك تنافري فقط وتنافري استنتاجي؟ نقوله تاني، كيف تميز بين محرك تنافري وتنافري استنتاجي دون فتحه؟ طب نقولها ازاي؟ حضرتك شغال في مصنع وجالك كونتينر يعني طلبيه محركاته مقفوله ومش عايز تفتح عشان الضمان المحركات ولا الكونتينر، فبتعمل ايه؟ عايز تفرق ده تنافري بس ولا ده تنافري استنتاجي؟ احد المواتير بتجيبها بتشغل المحرك. الاجابه بقى، طب حاضر، حول الاجابه، حاضر، بتشغل المحرك. بعد فتره لو رفعت الفرش، ما هو حامل الفرش بالنسبه لي رفعت الفرش وقف، يبقى ده تنافري خلاص مش هيشتغل. طب لو رفعت الفرش وفضل شغال يبقى ده تنافري استنتاجي، لان بفعل القفص السنجابي اللي موجود في ملفات الاخماد اسفل ملفات الاخماد. نقوله تاني، كيف تميز بين محرك تنافري وتنافري استنتاجي؟
من بداية الحرق احنا قلنا محرك التنافري ايه اللي يميزه؟ التحكم في السرعة عن طريق مين؟ الفرش الكربونية. برافو عليك. حتى لاحظت لما قلت لك لما تكون الفرش على زاوية كام؟ صفر، محرك واقف. طب حركت الفرش السرعة زادت، أقصى سرعة زاوية كام؟ 90. معنى ذلك إن الفرش هنا متحكمة في السرعة. طب لو تنافري اشتغل ورحت شايم الفرش المحرك هيقف. طب لو فضل شغال يبقى تنافري ايه؟ استنتاج. دي اجابة السؤال. دي المعلومات اللي هي بنقول عليها تبقى متمرس بروفيشنال في عملك وفي المادة العلمية وفي الشغل بتاعك. تعالوا نشوف بقى المحركات التنافرية كده انواعها ايه. محرك تنافري، تنافري البدء استنتاج الحركة، التالت محرك تنافري، محركات تنافرية استنتاجية. نشوف من المحركات التانية اللي موجودة كده. يبقى المحركات تقريبا خلصت، كان فاضل المحرك الخطي وهقول فكرة عامة عنه. قال لنا الموتور قبل ما نشتغل في معمل اللاب، وطبعا معمل هو مكمل لمادة الآلات، ولو قلت لك المعمل 20 درجة والآلات 60 يعني 80 درجة، بس في محرك واحد هنقول لك فكرة عامة عنه ومن أحد المحركات اللي منتشرة في الحالة العملية وهنستخدمه إن شاء الله في القطار المعلق في العاصمة الإدارية، ربنا يحرس بلدنا جميعا إن شاء الله. قال لنا الموتور أو المحرك الخطي هو محرك استنتاجي مقسوم، يعني العضو الثابت مش دائري مفتوح، والعضو الدائري مش مبينة مشقوقة، عضو ثابت وعضو داير. الحركة له أفقية أو رأسية وليست دورانية. تنطبق عليه نظرية العمل للمحرك الاستنتاجي تماما بشرط لا يوجد حركة دورانية. الحركة أفقية أو رأسية، وده سرعته المحرك الخطي سرعته رهيبة، سرعته رهيبة. حضراتكم بتستخدموه يوميا في السلالم المتحركة لمتر الأنفاق، يا طالع يا نازل. بيستخدموه استخدام علمي أكبر لسرعته الفائقة في القطار الدولي، بيلف 5 6 دول، والأعلى من ذلك بيستخدموه في تقليب بوتقة صهر الحديد. حضراتكم بتشوفوا إعلانات المصانع بتاع الحديد، الحديد المنصهر وهو بيتصب على القوالب عشان يتصنع اسياخ حديد او يتصب قوالب، لازم تكون سرعه صب القوالب ديت او صب الحديد المنصهر سريعه جدا. انتوا عارفين طبعا الحديد بعد ما ينصهر ما بياخدش دقيقه ويتجمد الا اذا كانت الافران شغاله على طول، فبيحط تحت الحديد محرك خطي يا دوبك بيرمي الحديد بعد ما ينصهر على القوالب مراد تصنيعها، فسرعته رهيبه. بيستخدموا اللينر موتور محرك الخطي في حاجة أعلى من كده بكتير. إيه هي؟ أنتوا عارفين المحطات النووية طبعًا بتحتاج لتبريد رهيب، ربنا يحمينا من أخطارها يعني. التبريد في المحطات النووية عايز تبريد بسرعة فائقة جدًا. بيستخدموا اللينر موتور المحرك الخطي. على فكرة هو موجود تقريبًا في يمكن 90% من معامل مصر، اللينر موتور. موجود بالقضيب بتاعه، موجود في تقريبا في 90% من معامل مصر. سرعته عاليه جدا. طبعا بنحط له احنا بعض المقاومات عشان نبطئ السرعه عشان ابنائنا وبناتنا يشوفوه وهو بيتحرك شمال رايح جاي. نرجع لاستخدامه العالي جدا اللي هو في دفع سوائل التبريد في المحطات النوويه. لو بصيت للاستخدام هتعرف سرعته فائقة قد ايه. لينر موتور محرك خطي سرعته يا اما افقية يا اما رأسية، مفيش مجال تاني، بسرعة مفتوحة زي ما انت عايز. كده يا ابنائنا وبناتنا ادينا فكرة عامة عن مادة الآلات، المولدات التوافقية، المحرك التوافقي، المحرك الخطي، المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه، المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد، المحرك التوالي العام، المحركات التنافرية. 7 بنود مقسمين على 3 أبواب.
يا رب ان شاء الله بالتوفيق يكون ادينا فكره عامه عنه. المكمله لماده الالات، المكمله لماده الالات، ماده الالات من 60 ومعاها المعمل الالات من 20 درجه، الاثنين بيجمعوا مع بعض 80 درجه، وبتمتحن دي لوحدها وبتمتحن دي لوحدها. معمل اللاب او معمل الالات الكهربيه والوقايه، ابنائنا وبناتنا يعني مش هتكلم، انتوا دخلتوا المعامل وشفتوا وحدات المعامل كلها بالكامل، عباره عن صندوقين فيه اكتر من 30 40 جهاز. يا 30، لا مش للدرجات يعني. مقرر على حضرتك وحضرتها 10 تجارب، 10 تجارب معمليه اثناء العام الدراسي، وهتختبر بيهم او فيهم ان شاء الله في تجربه واحده لما تجيلك في اخر العام، لان احنا ما عندناش امتحانات في طلبه الدبلوم، امتحانات نصف العام. العشر تجارب مقسمين على العام الدراسي بالكامل، هتمتحن فيهم ان شاء الله في نهايه العام، يعتمدوا اعتمادا كليا على فهمك لماده الالات من مدرسينا الافاضل، يعتمدوا اعتمادا كليا، لان هي تطبيق عمليا لكل ما درسته في ماده الالات. على سبيل المثال باب المولدات عليه تجربتين، باب المحركات 4 تجارب، المحرك التوافقي تجربتين، المحركات الوجه الواحد حوالي 3 تجارب، المحرك التوالي العام تجربة. يعني تطبيق عملي لمادة الآلات في المعمل، بالإضافة طبعا للورش، ورش تطبيق عملي على كل المواد اللي هي التدريبات العملية. النهاردة هنعمل ايه طيب؟ هتشرح لنا حضرتك ال10 تجارب؟ لا طبعا، احنا بنقول الإسرائية او التوضيح للمواد اللي حضرتك بتدرسها في اللي داخل عليها ان شاء الله في بداية العام الدراسي. هنعرف الأجهزة تاخد فكرة عامة، وده وظيفته ايه وبيعمل ايه وبيساوي ايه، لكن التوصيل وشرح التجارب زملائنا الافاضل بانتباهك الشديد واحترامك العالي وادبكم هيخليكم توصلوا التجارب دي وتطلعوا قراءات، وفي عوامل معينه هنقولها اللي هي عوامل الامان، وقلناها قبل كده وهنقولها تاني. دخولك معمل الكهرباء مرتبط بقواعد امان صارمه، وبقولها صارمه جدا لانها خطر جدا في التعامل. اولا الاجراءات الاحترازيه، الكمامه بتاعتك والجل. ثانيا الدخول بنظام شديد جدا مع مدرسك الفاضل المعمل، والعدد زملائنا الافاضل عارفين. ثالثا ما تلمس اي جهاز طول ما انت في المعمل الا باذن مدرسك او امين المعمل اللي معاك. اوعى تلمس جهاز وانت في المعمل. رابعا الانتباه الشديد جدا لمدرسك في اجراء التجارب وهو بيعملها. خامسا ما توصلش الكهرباء وانت شغال. الكهرباء عشان تتوصل مدرسك الفاضل او امين المعمل هو اللي وصل الكهرباء، ويقول لك بعد ما يطمن على التجربه ان حضرتك عملتها صح يبتدي هو يوصل لك الكهرباء. ده حرصا عليك لان انت اغلى البشر عندنا، وحرصا على الاجهزه اللي موجوده. سادسا اوعى تفصل الكهرباء الا لما المدرس هو اللي واقف معاك. قواعد مهمه جدا عند دخولك معمل اللاب فولت او معمل التحكم او معمل القياسات. المعامل دي بيبقى فيها خطوره شديده جدا، ربنا يحمينا منكم يا وبينا ان شاء الله. لابد انك تنفذ كلام مدرسك الفاضل وقواعد الامان اللي انت خدتها في ماده الامن سواء الصف الاول او الصف الثاني. يا ماده الامن مهمه جدا كده؟ اه طبعا. حضراتكم ان شاء الله لما تتخرجوا مهندسين او فنيين وتشتغلوا في المصانع او في شبكات الكهرباء بتاخد فرقه كامله عن قواعد الامان. مش ماده بتدرسها وماده من 20 درجه بتقراها وبس. لا بتاخد فرقه كامله. دراسة كاملة عن قواعد الأمان في الشركات دي،
وفي المصانع عشان تعرف تتعامل مع الأجهزة مؤمن. نقولها تاني، أنفذ تعليمات مدرسي، أولا الإجراءات الاحترازية وأدخل بنظام للمعمل، ثانيا لا ملمس أي جهاز، ثالثا الانتباه جدا لمعلمك الفاضل وهو بيشرح لك التجارب وعينك عليه وهو بيحط الكرة دي ويوصلها، رابعا ما عملش تجربة بكهرباء إلا ما المدرس أو أمين المعمل واقف جنبك. اوعى توصل كهرباء إلا ما يدي لك أوردر المدرس بتاعك أو أمين المعمل اتفضل وصل بعد ما يطمن على الأجهزة. خامسا ما افصلش الكهرباء إلا ما يكون المدرس بإذنه. لازم ناخد بالنا أبنائنا وبناتنا من قواعد الأمان في المعامل للحرص عليك. تمام؟ تعالوا نشوف بقى معمل اللاف فولت اللي حضرتك هتمتحن وجها لوجه مع الممتحنين اخر العام وتوصل التجارب. النهارده ان شاء الله هنحاول نعرفكم على الاجهزه اللي موجوده في المعمل. تعالوا نشوف شاشتنا هنا هتقول ايه. معمل اللاف فولت معمل الالات الكهربيه والوقايه. نشوف مع بعض كده الرسمه هتقول ايه او جهاز اللي. ده شكل عام للمعمل اللي موجود عند حضرتك في المدارس كلها بلا استثناء. هتلاقي الوحدة الرئيسية بالشكل ده والكرة طبعا موجودة هنا، وده الأجهزة المكملة للتجارب سواء صف أول أو صف تاني أو صف تالت. ده الشكل العام لمعمل اللاب فولت بالكامل، حوالي 40 وحدة أو 42 وحدة بالتقريب. أهم وحدة هقول لك عليها ونغششها مع بعض كده، هي طبعا المفروض ان احنا ما نشرحهاش لان خدتها في الصف الاول والثاني، لكن مهمه جدا ابنائنا وبناتنا ان انا افهمها كويس جدا. لو فهمتها مع مذاكرتك في الصف الاول والثاني التجربة هتبقى بالنسبه لك سهله جدا. تعالوا نشوف مع بعض اهم وحده في معمل اللاب فولت. وحده الباور سبلاي هنشرح فيها كل جزئية لوحدها. طبعا المفروض اقول لك فكرة عامة واسكت، بس هنا دي لحضراتكم اهم وحدة ممكن عليها تعمل جميع التجارب، ودي فيها قواعد الامان لحضرتك وللجهاز، فلازم تفهمها كويس جدا وتحفظ بعض الاشكال اللي فيها كويس جدا، ولذلك هناخد فيها وقت شوية عشان تدخل المدرسة وانت فاهم يعني ايه معمل لاب فولت. وحدة الباور سبلاي تعالوا نبص عليها كده ونشرح جزئية جزئية، وعايزكم كده ان شاء الله لو في اي استفسار احنا تحت امركم وبالله التوفيق باذن واحد احد. تعالوا نشوف وحدة الباور سبلاي. اول حاجة عندي هنا بيبقى فيه مفتاح ثلاثي الاوجه يرفع الستارت بتاعتي او يشغل الوحده بالكامل اللي هي وحده الباور. هنا شايفين ده المفتاح ده، في بعض المعامل بيبقى ثلاث ريش ثلاثيه الاوجه، وفي بعض المعامل بيبقى مفتاح واحد ولكن جوه ثلاث ريش لان هو ثلاثي الاوجه يعمل على الوجه الواحد ثلاث اوجه. ده جهاز ايه؟ جهاز الفولتميتر. هتلاقي من جوه هنا علامه تيار متغير وتيار مستمر، الفولتميتر لقياس فرق الجهد والضغط والقوة الدفع الكهربية. وحدة القياس الفولت يعمل على التيار المتغير والتيار المستمر. يعني معنى ذلك ان حضرتك اول ما تفتح المفتاح هنا باور سبلاي هيدي لك القراءة بتاعتك 380 او 220 او على حسب الضغط اللي جاي من الشبكة. يبقى وانا برفع المفتاح هنا عيني على الفولتميتر هنا، تيار متغير هيبان، تيار مستمر هيبان. طيب ده مفتاح ايه؟ ال 24 فولت دولت يستخدم مع جهاز الواتميتر فقط لتغذيه ملفات التوالي وملفات التوازي لجهاز الواتميتر. يبقى المفتاح اللي تحت الباور سبلاي هتلاقي لونه احمر، ما يشتغلش الا لما انا هشتغل مع جهاز الواتميتر. احط جهاز واتميتر لقراءة القدرة، يبقى عيني على المفتاح ده ان انا اوصله. هتلاقي القردة بتاعته حتى مختلفة، تلاقي لونها رمادي، لونها رمادي لوحديها كده.
ال 24 فولت اللون الاحمر دوت يشتغل على الوات ميتر فقط لا غير. يبقى احنا بنقول المفاتيح اللي هتشتغل في الباور سبلاي في حاجه منفصله اللي هي ال 24 فولت، ده لتغذيه الملفات الداخليه لجهاز الوات ميتر. يبقى اول حاجه خدنا مفتاح الباور، تاني حاجه خدنا جهاز الفولتميتر لقراءه الضغط، قياس الضغط سواء تيار متغير او تيار مستمر. تعالوا نشوف مع بعض تاني كده اللوحه. ده مفتاح الستارت او الريست، عايز توقف التجربه وتعيدها من الاول بتدوس عليه فبيوقف التجربه وبتدي التعيد من تاني. دي توصيله التأريض او الارضي او السيفت لاين. الكلام ده هتاخدوه معاه في ماده التركيبات المعدات الكهربيه تركيبات. هو سلك التأريض اللي هو ملامس الارض. ايه هو سلك التأريض؟ هناخده في ماده الرسم اللي هو السيفت لاين. سلك يربط في جسم الاله ويدفن في باطن الارض. ليه؟ ده من قواعد الامان. لو الجهاز لمس في اي سلك او لا قدر الله ما يسربش في الطالب او العامل اللي موجود على الجهاز، يسرب فين؟ في الارض. ولذلك احنا بنقول ايه؟ من قواعد ما تلمس جهاز الا ما يكون مدرسك الفاضل واقف معاك او امين المعمل يقول لك خد بالك دي لا، انتظر لغايه ما اعمل كذا. ده اسمه التأريض بتاعك اللي هو هتلاقيه باللون الاخضر، هتلاقي اللوحه بتاعته باللون الاخضر كده موجوده على الباور سبلاي وحده الباور سبلاي. هتلاقي المؤشر حتى واقف عليها بالماوس وعلامه التأريض نازله بالنسبه لك كده اهي. بدرس لو حبيت اوقف التجربه واعيدها من الاول. ده مفتاح ال 24 فولت لتغذيه، برافو عليكم، الملفات الداخليه للواتميتر. طيب واحد واثنين وثلاثه والان، واحد واثنين وثلاثه الاي سي الترنيتنج كارنت لتوصيل المنبع مباشره. المنبع مباشره يعني هوصل الكرات فيها، هاخد المنبع لو المنبع 380 هاخدهم 380 طبعا الفولتميتر هيقرا. طب لو 220 اخدهم 220 الفولتميتر هيقرا مباشره، ما اقدرش اتحكم فيهم. من المنبع للكره تاخدهم جاهزين تمام، واحد واثنين وثلاثة طبعا معاهم خط النيوترال اللي هو التعادل. طب اربعة وخمسة وستة على اللوحة، اربعة وخمسة وستة والنيوترال دول منبع طيار متردد متحكم فيه. يعني حتى لو دخلت 380 من الشبكة عن طريق الفرياك اللي هوريهولك دلوقتي اخليهم 220 200 100 فولت 50 فولت. ناخد بالنا بقى، يبقى واحد واثنين وثلاثة من المنبع مباشرة للوحة، مفيش، ما اقدرش اغيره. أربعة وخمسة وستة منبع تيار متردد متحكم فيه عن طريق الفرياك. هنتوه؟ لا مش هنتوه، تعالوا نشوفهم كده على اللوحة وهتبان معانا قوي. أهي. واحد واثنين وثلاثة زي ما أنتم شايفينهم منبع إيه؟ مباشر. طب اللي جنب منهم على طول؟ أربعة وخمسة وستة الترنيت كارد هنا مع النيوترال. متحكم فيهم عن طريق هذا الفرياك. الفرياك ده عباره يستخدم كمقاومه او للتحكم في مين؟ في الثلاثه دول، ثلاث اطراف دول. لو انا دورت المفتاح او حركت الفرياك على حسب قيمه الجهد اللي مطلوبه للتجربه اقراها من الفولتميتر. نقولها تاني. واحد واثنين وثلاثه مباشر من المنبع. 380 هم 380، 220 هم 220. لكن انا دخلت 380 وعايز اقللهم، التجربه طالبه كده، اقللهم عن طريق هذا التحكم الفرياك. الفرياك يتحكم في مين؟ في 4 و5 و6، يتحكم في مين كمان؟ قال لي في رقم 8. رقم 8 هنا، لا رقم 7 اللي رقم فيها 7 ونيوترال دي، او 8 ونيوترال، في بعض المعامل فيها كذا وفيها كذا. اي واحده من دول لو وصلت دي سي دايره انت كارنت تيار مستمر اتحكم فيهم برضو، اتحكم في واحده منهم عن طريق مين؟ الفرياك. يبقى هنا في تيار متردد متحكم فيه وفي تيار مستمر متحكم فيه عن طريق مين؟ الفرياك. لكن واحد واثنين وثلاثه والسبعه دولت تفصيل مباشر. خد بالك ده تيار متردد وده تيار مستمر. تمام؟ فاضل ايه تاني؟ لمبات الاشاره.
وانا برفع المفتاح، ولذلك بقول لك دايما بركز مدرسك معاك. مدرسك قبل ما بتخش المعمل بيكون مجهز التجربه وعامل اختبار على اللوح، بيرفع المفتاح لقى الثلاث لمبات منورين، لا شغاله ثلاث اوجه، لا لمبتين منورين قبل ما حضرتك بتنزل، بيبتدي مع فن الصيانه يشوف الفازه اللي وقع، بنقولها بالبلدي اهو سقوط احد الاوجه، يبتدي يشوف لازم يكون الثلاث لمبات منورين يدل على الثلاث اللوحه داخل لها منبع ثلاثي الاوجه. الكلام ده قبل ما حضرتك، انت ما انتش مسؤول عنه، مسؤول عنه فن الصيانه ومدرسك قبل ما يجري التجربه وقبل ما ينزلك المعمل. احنا بنعرفك بس شكل التجربه وقواعد الامان فيها ايه، لكن اجراء التجربه وشرحها ان شاء الله في حلقاتنا في قناه التعليم الفني هنشرح باذن الله، وزملائنا الافاضل وهم اكثر خبره كمان هيشرحها لك بالتفصيل. ولذلك انت حضرتك يا سلام بقى لما يكون طالب شاف الحلقه واول ما رفع التجربه بص على اللمبات، يا مستر ده لمبتين بس منورين، هيطفي يقول لك شكرا انت منتبه كويس جدا، ويبتدي يعيد التجربه ويصلح اللي موجود مع فن الصيانه في المدرسه. فاول ما عينك تبص على الجهاز شوف اللمبات، اول ما ترفع ده اللمبات الثلاثه منورين، لمبات الاشاره، مفهوم؟ طب يعني زي ايه يا مستر؟ يا سيدي حضراتكم بتشحنوا المحمول، الشاحن بتاعك مش بقى فيه لمبه منوره كده بيقول لك ان في كهرباء ولا لا؟ دي لمبه اشاره بتقول لك ان في كهرباء. طب لو ما فيش كهرباء تلاقي اللمبه مطفيه، اهي دي نفس الطريقه. اللوحه كلها بتبان في التلات لمبات اشاره دول في كهرباء ولا لا؟ فهمنا؟ فهم. طب في مفتاح انا مخليه للاخر في لوحه في الباور سبلاي، تعالوا نشوفه مع بعض كده. المفتاح ده، المفتاح ده بقى مشكلة انك تكون انت فاهم كويس او فيه الجزء ده بتاع التيار المتردد، الجزء ده بتاع التحكم في التيار المتردد. حضرتك عايز تعمل تجربة وجه واحد، فبتجيب المفتاح المؤشر بتركزه مثلا على واحد ونيوترال، بتركز المؤشر على واحد ونيوترال، يبقى انت شغال على مين؟ على واحد ونيوترال، كده انت شغال على وجه ايه؟ واحد 220، صح. حركت المؤشر على واحد واثنين، انت عايز تاخد وجهين، يبقى انت هنا اللي شغال عندك اللوحه واحد واثنين. طب انت عايز تشغل اربعه ونيوترال، بتحرك المؤشر لغايه ما تقف عند اربعه ونيوترال، يبقى انت شغال على الفردتين دول بس، مؤشر يتحكم لك في الجزئيه اللي موجوده عشان الضغط هنا يتقاس عليهم بس، الطرفين دول بس، مش ياخد كل الاطراف. ده في كمان جزء للتحكم في مين؟ في الدي سي، اتحكم فيهم هنا، انا عايز الطرفين دول بس اللي شغالين، يبقى اقول لي على 7 وان، اشغل المفتاح على 7 وان، اجيب المؤشر يتحرك معايا لغايه 7 وان او 8 وان، يبقى الجهاز يتحرك لغايه 8 وان ويقف، انا بحركه بايدي، بحركه بايدي. المفتاح ده انا خليته في الاخر ليه؟ لاهميته. انت عايز تعمل تجربه وجه واحد ولا ثلاث اوجه ولا وجهين؟ على حسب الجهاز او العدد الاطراف اللي انت بتاخدها. يبتدي يتحرك الجهاز، يبقى الضغط او الكهرباء اللي جايه من المنبع على النقطتين دول بس، تمام؟ دي اهم وحدة في المعمل، سواء للصف الاول والصف الثاني والصف الثالث، لابد ان نكون فاهمها كويس جدا ابنائنا وبناتنا. هعيدها تاني بسرعة، جهاز الفولتميتر سواء تيار مستمر تيار متردد، مفتاح الباور، مفتاح لتغذية ملفات الواتميتر، لو حبيت اوقف التجربه واعيدها من التاني الريست، ده مفتاح التقريض، ده مدرسك الفاضل، واحد واثنين وثلاثه توصيل مباشر، اربعه وخمسه وسته متحكم في تيار متردد عن طريق هذا الفرياك، لمبات الاشاره، مفتاح التغيير انا قلت لتحديد النقط المستخدمه، التيار المستمر متحكم فيه وتيار مستمر مباشر. دي اهم وحده يا ابنائنا وبناتنا في معمل اللاب فولت،
واللي مرتبط بمادة الآلات الكهربية والوقاية. طبعا اتعرفنا عليها، إن شاء الله نتعرف على الأجهزة كلها. أبنائنا وبناتنا، إلى هنا نكون قد انتهينا من مادة الآلات بالإسراء، ومادة تعرفنا على وحدة الباور سبلاي في مادة المعمل. نرجو نكون قد أفدناكم بإذن واحد أحد، وبالتوفيق لكم جميعا بكل ما تتمنوه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.